اهلا بكم متابعي قناة فروم في نشرة إخبارية جديدة وهذا أبرز عنوانها حادثة اصطدام خطيرة بين سيارة خفيفة وتاكسي تخلف فات سائق التاكسي بهذه الطريق ولن الى تفاصيل لكن قبل البدء لا تنسوا الاشتراك في القناة وإعجاب بالفيديو وقعت قبل قليل على مستوى الطريق الوطنية رقم واحد بالقرب من مدخل مركز الكريم حادثة تصير خطيرة بين سيارة أجرة كبيرة وسيارة خفيفة تابعة لشركة مشروع الطاقة الريحية وحسب مصدر فإن سبب الحادثة يعود إلى السرعة المفرطة حيث اصطدمت السيارة الخفيفة التي كانت متوجهة صوب مدينة الصويرة فيما كانت سيارة الأجرة الكبيرة متوجهة نحو مركز بيركوات هذا وقد خلفت الحادثة وفاة سائق سيارة الأجرة بعين المكان وإصابة أربعة ركاب من بينهم إمرأة بإصابات متفاوتة الخطورة في ما ناجى صاحب السيارة الخفيفة حيث أصيب إصابة خفيفة على مستوى الوجه كنتم مع نصرة إخبارية